يلا يا جماعة نكمل الجزء الثاني بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا القواعد وخلصنا السميل. طيب نبدأ بقى ايه. طب قبل ما انسى بس الجزئية بتاعت اللبشة، لو انا شغال على لبشة مسلحة اعمل ايه؟ نفس فكرة برضه الوصلات دي. بمعنى ايه؟ اشوف يا باشمهندس لو اللبشة مثلا 60 حلو، وبعدين اللبشة شغالة معايا 10 سنتي 10 متر او وليكن 12 متر ماشي، ابدأ اشتغل بنفس فكرة السلم بالظبط كانت الوصلات برضه بالتبادل ماشي، والسفلي والعلو والكلام ده. طيب دايما يا جماعه عشان برضه حكايه الفرش والغطا، حكايه الفرش والغطا ماشي، الفرش والغطا لو القاعده عندي معموله شبكتين، خلي بالك لما بقول لك اللفظ شبكه، الشبكه دي واحده معناها فرش وغطا، ده اسمها شبكه. فشبكتين يعني فرش وغطا فوق سفلي وعلو ماشي، الفرش والغطا بيتقلب. حلو الكلام. احنا قايلين ان الصوره الطبيعيه ان كده فرش وكده غطا ماشي، احفظ الصوره دي كده في دماغك احسن بدل ما تقعد تلخبط نفسك المقاس والطول واوزع فين واحصل الطول فين ماشي. الكلام ده في الشبكه السفليه تمام، لكن في العكس ابدا اقلب الموضوع ماشي. نكمل بقى شغل العمود. نبدا بقى مثلا على نموذج عين واحد اللي هو ده، عين واحد اهو. ركزوا يا رجاله معايا، انا عندي ايه الحديد اللي موجود في العمود؟ اول حاجه الحديد اللي طالع لي بالاشاره اللي هو انا رسمه لحضرتك ده. تاني جزئيه الحديد الرئيسي بتاع العمود. تالت جزئيه الكنات اللي هتشتغل معاك ماشي. طيب ابدا امسك جزئيه جزئيه وركز معايا فيها. حد يا باشمهندس احنا هنشتغل دلوقتي على عين واحد. عين واحد القطاع بتاعه كام؟ 35 في 50، ادي هندسه القطاع. 35 في 50 متوزع معايا يا باشمهندس، هو الكم سيخ 14 14 فاي 22. طيب ابدا بقى امسك الشغل بتاعي اهو، ادي العمود بتاعنا. الحديد اهو يا باشمهندس لو القطاع اللي حضرتك زي اللي مرسوم عند حضرتك ده، ادي العمود، ادي القاعده المسلحه، طبعا مش محتاج حضرتك قاعده عاديه دلوقتي ماشي، وادي ايه؟ السماسي. ركز بقى معايا علشان تفهم بس الجزئيه دي. انا عندي هندسه الجزئيه بتاعت اشاره العمود اللي هنبدا بيها، الجزئيه بتاعت اشاره العمود شغاله معايا منين لمنين؟ ها شغاله هندسه من هنا كده رجلي كده، وبعدين هشتغل لحد فوق. فوق دي بقى لحد فين؟ فوق منسوب اخر خرسانه بتصبها مع القواعد، ابدا اعمل الوصله بتاعتي. بمعنى عندي سميل يا باشمهندس، يبقى ابدا الوصله من فين؟ فوق السميل. ما عنديش سميل، ابدا الوصله منين؟ من وش القاعده. ركزوا يا رجاله معايا، يلا هندسه. انا ما بحبش بس اي الكلام ده اللي بيوخرنا. يلا عشان هنشتغل مثلا على نموذجين اهو، نموذج السميل فوق، ده السميل مثلا في مستوى القاعده، والسميل هنا فين؟ فوق منسوب في القاعده المسلحه. ابدا بقى يا باشمهندس اشتغل، ده الشغل بتاعنا اهو. دي كام؟ دي 60. القاعده كانت كام، 40 ولا 60؟ القاعده كانت 60 صح؟ 60. طيب والسميل 40 تمام. طيب يبقى يا باشمهندس انا عندي هحسب طول الاشاره ازاي؟ اول حاجه الرجل دي عندك بيديها لك ثابته في التيبيكال سيكشن، او لو عاوز تحسبها تعدي العمود ماشي، رجل كده تعدي العمود. في ناس بتديها لك في التيبيكال سيكشن كده، وناس بتديها لك كده قلب البره حسب ما هو يديها لك، ما فيهاش مشكله في التنفيذ سواء كده او كده. المهم الطول ده يا يعني بيديهولك رقم ثابت 50 سنتي 40 سنتي وهكذا، يا اما ايه تعدي العمود. طيب هنفترض ان احنا هنشتغلها 40 سنتي ماشي. طيب اشتغل ازاي هندسه؟ ابدا بقى دي 40 سنتي، عايز اجيب ايه؟ الطول ده او طول الاشاره او طول ايه الاشاره. هبدا يا باشمهندس هسيب الكفر اللي تحت اللي كان كام؟ 5 سم، يبقى الجزء ده كام؟ 55 سم من هنا لهنا. هبدا اطلع تاني، اطلع على ايه؟
السميل، يبقى السميل كام؟ 40 سم. ابدا اخد الوصله منين؟ من فوق السميل. الوصله هنا كام عندي؟ يا باشمهندس احنا دايما يا 65 فاي او لا تقل عن متر. انا شغال فاي كام؟ 22. 65 في 22 ب 148 باين 65 في 22 ب 143. يبقى هنا يا باشمهندس انا محتاج وصله 143 سم. يبقى الاشاره دي هتكون معاك طولها كام؟ 40 زائد 55 زائد 40 زائد 143. فيها مشاكل؟ طيب لو انا هندسه، الحاله الثانيه اللي عند حضرتك دي، الحاله اللي عند حضرتك دي اللي هي الثانيه اللي السميل فين؟ في منسوب القاعده. ابدا اشتغل الوصله بتاعتي ازاي؟ بنفس المقاسات دي بالظبط. ابدا اشتغل ازاي؟ ادي يا باشمهندس 40 سم اهم، ادي 40 سم. ابدا اطلع هنا كام؟ 55 ماشي، مقاسات حديد على طول. وبعدين اطلع هنا كام؟ 140 الوصله على طول. الله ينور عليك. يبقى هنا طول الاشاره طول الجزئيه دي 40 زائد 55 زائد 143 ماشي؟ جبت كده طول؟ ها؟ جبت طول كده يا جماعه تمام؟ طيب اجيب بعد كده ايه؟ عدد. العدد يا باشمهندس كام؟ الاشاره دي بتطلع كام؟ ها؟ نفس عدد الحديد الرئيسي بتاع العمود. كل سيخ رئيسي للعمود هيربط 12 من تحت. تمام يا رجاله؟ يبقى انا عندي 14 قطعه. طيب اشتغل على الكلام ده ازاي في الشيت؟ الشيت عند حضرتك اهو. ابدا افتح كده وادي هندسه الشيت بتاعنا. ادي كده عين ايه؟ ده عين اثنين، خلينا على عين واحد اللي شغالين عليه. الصوره باينه؟ ابدا ارسم له، طبعا سهل بقى الرسم، مش هرسم تاني ماشي؟ حاضر. السيخ بتاعنا اهو يا جماعه، هبدا اشتغل ازاي؟ دايما يا جماعه حضرتك تروح كده تمسك الشيت وتشتغل عليه في الوقت ما تفضى، يعني لو النهارده روحنا متاخر اشتغل عليه بكره. تمام؟ تفتح الشيت وتشتغل على كذا لوحه وتشتغل على كذا رسمه عشان تفهم الكلام ده. اللي هيفهم الشيت ده وهيشتغل عليه كذا مره ويدرب نفسه عليه، والله حصر الحديد بالنسبه له هيكون سهل جدا. ماشي؟ طيب ادي هندسه درو بورد. ابدا اشتغل، ادي طول السيخ بتاعي اهو هندسه، وادي الرجل بتاعتي اهي. تمام؟ ماشي. ادي يا باشمهندس الرجل 40 سم. ابدا احط الايه؟ الاشاره. احطها ازاي يا باشمهندس؟ ممكن تحطها رقم على طول، والافضل انك تحطها ايه؟ بالطريقه دي اللي هي المعادله. الاقي هنا يا باشمهندس 55 زائد 40، 55 اللي هي دي زائد 40 اللي هي دي زائد 65 في 22 اللي هي ايه؟ 65 الفار. يبقى يطلع لي 2.38. خد بالك المعادله هنا مش هنا. ماشي؟ طيب ادي يا باشمهندس الرقم طلع لي طول الاشاره كذا. يبقى طول السيخ او طول القطعه دي 40 زائد 2.38 يديني ايه؟ طول السيخ. طيب عدد الاسياخ في العنصر 14 اشاره، اللي هم 14 في 22. طيب غير كده عدد تكرار العنصر، صح؟ عين واحد متكرر مع حضرتك كام؟ مرتين. يبقى الطول الكلي ده في ده في ده هيديك 77 و84 من 100. فاي كام؟ 22. ال 22 المتر الطولي بتاعه حوالي 3 كيلو. ماشي؟ هيحط لي، يبقى انا محتاج يا باشمهندس القطعه دي محتاج حوالي 232 ونص كيلو جرام. فيها مشاكل؟ طيب ابدا اشتغل على الجزئيه الثانيه اللي هو الايه؟ الحديد الرئيسي. الحديد الرئيسي هيشتغل معاك منين لمنين يا هندسه؟ ها؟ هبدا منين؟ من وش السميل. طب في الحاله الثانيه اللي هنا هبدا الحديد ده منين؟ وش القاعده. تمام؟ يبقى يا باشمهندس هيبدا معايا من وش السميل لحد فين؟ لحد ظهر السقف. الحديد الرئيسي بتاع العمود. ماشي؟ ظهر السقف واخصم ايه؟ الاثنين ونص سم. طيب ده في الادوار المنتهيه. لو شغال معايا دور علوي كمان برمي ايه؟ اشاره. الاشاره دي طولها ايه؟ نفس الكلام 65 الفاي ما لا يقل عن متر. يبقى يا باشمهندس الجزئيه دي كده انا محتاج دايمنشن لينير من هنا من وش السميل لحد
فين؟ ده طبعا الجزئيه دي العمود ده مكمل معايا، يبقى لحد فين؟ لحد الوش اللي بره ده، صح؟ اللي هي كام؟ 65. طيب ناقص 2.5 سم، تمام؟ يبقى اللي هو اوفست الكفر ده اطرح منه، او المقاس ده اطرح منه 2.5 سم، اللي هو يديني كام؟ 5 متر 57.5. ماشي؟ طيب لو ده مبنى سكني والعمود مكمل فوق، يبقى بحط اشاره على اجمعها على طول العمود ده، تمام يا رجاله؟ يبقى العمود الرئيسي بتاعي، الحديد الرئيسي بتاع العمود اهو، ارسمها ازاي؟ هو خط اهو، مفيش مشكله خالص، واحط عليه المقاس 57.5، يبقى طول السيخ هو الرقم ده. ماشي؟ طيب عدد الاسياخ في العنصر 14 سيخ، عدد تكرار العنصر سيخين، مرتين اسف، عين واحد متكرره كام؟ مرتين. نفس الكلام الطول الكلي، وادي الفاي متوزع، وادي الوزن في الاخر جابه. ماشي يا رجاله؟ اخش على الجزئيه الثانيه اللي هي ايه؟ الكنات. ابدا اشوف قطاع العمود موضحه لي ازاي. هنا هندسه قال لك الكنات بتاعتك عباره عن كنه بالمنظر ده، اللي هي تتشكل او الشكل ده يظهر لك منين؟ من الثلاث كنات دول. تمام؟ طيب هبدا اتعامل مع كل كنه لوحدها. طبعا في الموقع ممكن اشتغلها كنه اوتوماتيك اللي هي ايه؟ كلها قطعيه واحده. ماشي؟ يجمع الاطوال دي كلها ويجمعها يعملها قطعيه واحده. ماشي؟ بس خد بالك، بدل ما يديك تيبيكال سيكشن يبقى لازم تشتغل زي القطاع اللي مديهولك بالظبط. على الاقل في الحصر، يعني لو الاستشاري وافق لك على الشغل ده في التنفيذ، بدل ما يديك تيبيكال سيكشن في الحصر ممكن لازم تشتغلوا على التيبيكال سيكشن. طيب ادي هندسه الكنه بتاعتنا، ادي القطاع مرسوم عندنا اهو. نرسم عليه على طول. اول حاجه الكنه الكبيره اللي هي ايه؟ اوفست 2.5 اللي هي الاساسيه، الحدود الخارجيه دي. ماشي؟ اللي هي دي. طيب هترسم لي ازاي؟ ادي يا باشمهندس الكنه الاولى اهي. مقاسها كام؟ 30 45 45 30 صح؟ زائد 20 الاف. طيب كده جبت ايه؟ طول. مفيهاش مشكله، محتاج اجيب عدد. العدد يا باشمهندس عندي كام هنا؟ قال لي ثلاث كنات، ثلاث كنات 5 فاي 8 على المتر. يبقى العدد بتاعي فين؟ 5. يبقى 5 فاي 8 على المتر. ماشي؟ يبقى الشكل ده او الكنه دي هتتكرر معايا كل متر في 5. يبقى انا يا باشمهندس اوتوماتيك كده يعني 5 في كام؟ زائد 1 صح؟ طيب كنات العمود تبدا معايا منين يا باشمهندس؟ من وش القاعده العاديه او من بطن القاعده المسلحه او من اساس القاعده المسلحه زي ما تسميها، المهم تفهم ان الكلام ده كله هو النقطه دي. ماشي؟ دايمنشن لينير. طب افرض يا هندسه مديك تيبيكال سيكشن او رسمه زي دي كده بالظبط، بس مديك معلم لك على الكنات من اول هنا الحتت دي كده، يبقى توزع الكنات في الجزئيه بتاعت الطول بس. في يا جماعه ناس يعني يعمل لك كده، لا في التيبيكال سيكشن هو مصمم على كده، بدل هو مصمم التصميم بتاعه جاي بالطريقه دي وخلاص انت تلتزم بالتصميم. ماشي؟ بيروح راسم لي الكنات من اول هنا، ادي اوفست 0.025. ايه؟ وبيروح راسم لي الكنات، يبدا يوزعها لي بالطريقه دي. هو بتلاقي التكثيف هنا زياده، بتلاقي التكثيف زياده. ماشي؟ بس ده كده يا جماعه، ده كده حسب التيبيكال سيكشن، يعني لو هو مديني بالصوره دي يبقى بشتغل بالصوره دي، ابدا اشتغل على طول التوزيع من هنا. تمام؟ لكن في الرسمه بتاعتنا او الشغل الاصلي الصح بيتعمل منين لمنين؟ ابدا هندسه، ادي القطاع بتاعي، ابدا مقاس التوزيع من دايمنشن لينير من هنا كده، اشغل هنا. ماشي؟ وبعدين هشتغل هنا برضو الكنات هنا، وبعدين اطلع في جسم العمود. طيب وبعدين البلاطه دي بلاطه مش كاميرا، الكاميرا انا بقطع، شغال العمود سارح ملوش اي، ما فيش اي حاجه بتقطعه. تمام؟ لكن الجزئيه هنا انا بقف عند هنا. ماشي؟ وبعدين اكمل يا باشمهندس من هنا لهنا.
اللي هو ايه؟ باخد المقاس ده كله على بعضه واطرح ال 25 سنتي. ماشي؟ يبقى يا باشمهندس 6 35 ناقص 16 ناقص 25 ناقص الكفر اللي تحت. تمام يا رجاله؟ يبقى مقاس التوزيع اهو عند حضرتك 5 اللي هو 5 في المتر. صح؟ 5 في المتر. الخمسه دول هيتضربوا في ايه؟ ده طول التوزيع. ماشي؟ زائد واحد بادئ. انا بفهمك الكونسيبت بتاع الشغل ايه؟ علشان لما تيجي تشتغل على الشيت وتيجي تشتغل تفهم الكلام ده يكون شغال ازاي وتكتبه حضرتك ازاي. ادي يا باشمهندس بيساوي 5 اللي هو العدد. في ايه؟ مسافه التوزيع، مسافه التوزيع 6 35 ناقص 25 سنتي الكفر البلاطه ناقص 5 سنتي الكفر اللي تحت. صح؟ زائد واحد اللي هو الايه؟ البادي. تمام؟ طب يا باشمهندس لو في بقى زياده اكتر، لو الدور مكمل. لا انا في القناه. لو الدور مكمل. بص خد بس بالك من نقطه معينه، انا دلوقتي شغال ايه؟ حصر، مش شغال تنفيذ. بمعنى ايه هندسه؟ انا دلوقتي لو خدت الكنه الطايره دي يبقى البادي اللي فوق مش هاخده. ها؟ الله ينور عليك. انا بحصر دلوقتي الحديد اللي في العمود ده، فاهم؟ يعني انا دلوقتي لو حسبت هنا كنه طايره يبقى انا الكنه الطايره دي هخزرها من فوق. حلو، ماشي. انا كده كده هحسبها، ما هو اصلا طبيعي الكنه الطايره دي ايه؟ هي بادئ للعمود الجاي. ماشي، اتفضل. بالنسبه للجزء اللي هو بين السقفين لا لا لا، على اساس مسافه صغيره خالص، فانا بكمل على طول عليها. وبعدين دي خرسانه في خرسانه يعني. خرسانه في اصلها حوالي 75 سم، مش مكمله حتى المتر يعني. 75 سم حاجه، ابدا اقول 20 سم، ابدا اوصل. والله ممكن يعني، مش حاجه كريتيكال قوي يعني. بس هو انا اصلا يعني المفروض كانت العمود مكمله حتى في الكاميرا البلاطه. مش هركب فيها الكنات ازاي؟ مفيش كنات بتمشي في لا بس مفيش كنات بتمشي في يعني السيخ ده الكاميرا مثلا، الحديد اهو طالع وادي البلاطه اهي، الحديد بتاعه طالع اهو. ماشي، هحط انا هشكل الكنات ازاي؟ هو هيسقطها مش في البلاطه بتاعت. طب ايه الفكره انه يعمل كده؟ وعلى حد علمي يعني العمود دي او اللي لازم العمود اللي احنا قلنا الكلام ده بس في الكاميرا، لكن البلاطه بس يعني ممكن اتاكد برضه من المعلومه واقول لك، لكن انا احنا شغالين دايما على ان العمود لحد وش البلاطه. هو برضه انا بتكلم على انشائيا كده كده اصعب حديد السقف اللي هو يعني انت طبقتين رئيسيين وهو بيربط الحديد مع الحديد. لكن ملهاش، احنا دايما بناخد ده طول التوزيع. ماشي، لكن لو في كاميرا لازم الكاميرا هي اللي تقف، كانت الكاميرا اللي تقف مع وش العمود، الصوت بتاع الكاميرا بيكمل اكنه مقاس في العمود. ماشي، ها كانت ايه؟ السمل والعمود، العمود اللي بيكمل، العمود ثابت معاك في كل حاجه. ماشي، دي ممكن الصور دي توضح لكم الرؤية أكتر. شايف هنا يا جماعة؟ ده كانت إيه؟ دي كاميرا، كاميرا أو سمل، بس دي كاميرا. ماشي؟ تعرف إيه الغلطة الإنشائية اللي هنا في الصورة دي؟ الإفال. ينور عليك يا وحش، الله ينور عليك. الإفال يفضل دايماً اللي هي إيه؟ واضح أنت في التنفيذ تمام. بس أنت في المجد يعني إيه؟ كده بتنام ساعات. ماشي، الإفال دايما يفضل انها تكون ايه؟ واحدة واحدة. ماشي، طيب المهم شايف حديد الكاميرا فين؟ معشق في العمود ونازل برجل. تمام، طيب الحديد الرئيسي، هو الحديد الرئيسي فكرته كله ان هو في النص، واخدين بالكم؟ الحديد الرئيسي بتاع الكاميرا اللي هو في النيجاتيف، في النيجاتيف مومنت. تمام، طيب هنا كانات، شوف كانات العمود فين؟ هي مكملة واقفة عند البلاطة، خلاص هنا نهاية العمود. لكن هنا كانت الكاميرا واقفه عند وش العمود، نفس الكلام فين؟ في السمير. تمام؟ طيب دي برضو كاميرا او سمير. ماشي يا رجاله؟ طيب
ابدا بقى اخد طول التوزيع اللي هو 6 35 ناقص ال 25 ناقص الشغل ده، يبقى ده انا جبت طول الكنه وجبت العدد. يبقى يا باشمهندس ابدا افتح الشيت بتاعي، ادي اول كنه اهي 30 45، وما انساش ال 20 الاف ها، وبعدين طول السيخ متر 70 اللي هو المجموع ده كله، وبعدين يا باشمهندس عدد الاساخ في العنصر عدد الكنات اهي صح؟ طيب افرض يا هندسه قال لك ان في تكثيف في اول متر واخر متر او الثلث الاول والثلث الاخير، بعمل ايه؟ التكثيف ده معناه ايه؟ يا اما بيقول لك بالعدد يا اما بيقول لك مثلا مره ونص. لو مره ونص دي ايه؟ يبقى اول متر يا باشمهندس انا عندي خمس كنات، كان 5 فاي صح؟ 5 فاي 8 صح؟ 5 فاي 8 يبقى مره ونص يبقوا كام؟ حوالي 8 فاي 8 صح؟ طب واخر متر 8 فاي 8 يبقى انا زودت كام؟ 6 كنات. يفضل برضو ان حضرتك تحسبها وتكتبها عدد زياده عنها. ماشي؟ بلس زائد 6 كنات. تمام؟ حاضر. بص يا هندسه انا عندي الكنه اهي. بص يا باشا ادي القعده وادي العمود. تمام؟ العمود ده وليكن 3 متر، ادي متر وادي متر. قال لي ايه؟ قال لي هكثف الكنات في اول الثلث الاول والثلث الاخير، دايما بتتعمل كده. فتكثيف الكنات يا اما بيقول لك كثف بمقدار كذا يا اما كثف مره ونص. يعني مثلا لو هو هنا 5 فاي 8 ممكن يقول لك كثف 8 فاي 8. يبقى انا بكثف بالعدد، انا عارف بحسب العدد كام. قال لي كثف بس لو كثف مره ونص يبقى ايه؟ بضرب العدد كان 8، مره ونص يبقى حوالي العدد كان 5، فمره ونص يبقى كانوا ايه؟ 8. طيب دول الخمسه اللي في اول متر عادي صح؟ ودول الخمسه اللي في اول متر عادي او حسب العدد اللي انا عملته كله صح؟ يبقى انا محتاج ايه؟ اكثف هنا واكثف هنا، اكثف بمقدار ايه؟ مره ونص. الاساسي بتاعي في المتر ده كانوا 5، محتاج اكثف يبقى هضيف كام؟ 3، يبقى ازود 1 2 3. نفس الكلام فوق 1 2 3، يبقى انا زودت كام كانه في العمود؟ 6 كانه. يبقى بروح واقف على الرقم زود 6. مش موزع ال 8 ولا 5؟ ماليش دعوه بالتوزيع بقى، انا دلوقتي حصر، انا بعمل عدد. ماشي؟ التقسيط بقى دي حاجه ثانيه، اشوف المسافه واقسطها. اه بشتغل عادي خالص. لو بكثف قال لي تكثيف، فيه ملاحظه ان في تكثيف في اول في الثلث الاول والاخير، يبقى بزود عدد. ماشي؟ تمام يا رجاله؟ طيب اخش بعد كده على الكنه اللي بعدها. اللي هيختلف هيبقى في ايه؟ في الطول بس، العدد هيبقى ثابت لان كلهم يعتبروا كنه واحده. الطول هيتحسب ازاي؟ التقسيط بقى يا هندسه، هناخد التقسيط ده في الشوب درونج بالتفصيل، يعني اقول لك التقسيط بيتحسب ازاي ونص قطر السيخ والكلام ده كله. لكن هنا مثلا الحصر السريع او الحصر الهندسي العادي، لو انا بحصر الحديد بشتغل ازاي؟ دي مثلا احنا قلنا احنا رسمناها طيب دي كانت كام الحديد اللي جوه؟ كان 5 و 3، كان 30 في 45، كان 30 في 45 صح؟ فممكن الكنه اللي في النص ممكن تاخدها كام؟ وهنا سيخ وهنا سيخ وهنا سيخ وهنا سيخ، الثلاث مسافات يبقى 10 10 10، فممكن تاخد المسافه دي 10 نازل على ال 45. تمام؟ فيها مشكله اللي هي الجزئيه دي، اللي هي الجزئيه دي اللي هي هنا المسافه دي لو 10 سم و10 سم و10 سم تاخد المسافة 10 في الارتفاع أو في العمق 45 سم. ماشي؟ يبقى يا باشمهندس 10 45 45 10. طب المرة دي هنضيف قفل. ها؟ أكنها كانت منفصلة لوحدها خالص. كل قطعية باخد بزود عليها ال 20 سم القفل بتاعي. تمام؟ يبقى يا باشمهندس آدي الجزئية الثانية أهي 10 عرض 10 في صوت 45، 10 45 زائد 20 سم قفل. يبقى القطعيه دي انا محتاج 130 عددهم نفس العدد اللي فوق بالظبط لانه نفس مسافه التوزيع. تمام يا رجاله؟ وبعدين اكمل الشغل بتاعي عادي. حلو الكلام؟ تسلمت انت خلاص صح؟ الله يديك الصحه. عين واحد كانت ماشي، يبقى الثالث جزئيه فصلته يا جماعه خلاص؟ طب هو فاضل السقف بس، يعني بسيط بسيط السقف
عشان بس نبدا من بكره يا جماعه في الترومبيه. طب بصوا يا جماعه، طب خلينا، طيب عين واحد كانت يبقى نفس الجزئيه بنفس التقسيط، فيها مشكله دي اللي هي ايه؟ الجزئيه الثالثه دي بدل ما هقسط من هنا زي ما قسمت المسافه هنا على 3، هنا دي 1 2 3 4، بقسم ال 45 على 4 واضربها في 2 لان مسافه هنا ومسافه هنا. ماشي؟ في العرض الكام؟ ال 30، يبقى انا جبت طول الكندي. ماشي يا رجاله؟ طيب الكلام ده هنشوفه بالتفصيل في الشوب دروينج، المقاسات الصغيره واقسم الاكتار واشوف الثانيه دي بتاثر لي السيخ قد ايه؟ الكلام ده كله هندرسه مع بعض. صح؟ اه. طيب عين 2 عمود رقم 2 بقى بنفس الطريقه بالظبط. ماشي؟ بنفس الطريقه بالظبط. طيب الكندي بس هي اللي مختلفه. اللي هي فيها بنسميها ايه في الموقع؟ ها؟ نسمي ايه الجزئيه دي في الموقع؟ حبايه. لا لا مش حجاب. اسمها حجاب، الله ينور عليك. الحبايه دي حاجه ثانيه. ماشي ايوه كده يا عم، حسسوني بالامان. الله ينور الرجاله. ماشي. هناخد عندكم كورس تنفيذ بقى. طيب دي الكنه الحجاب يا رجاله. ماشي؟ طيب الجزئيه دي بتتحسب ازاي؟ خلي بالك في ممكن في طريقه مبسطه خالص، ان حضرتك هو مديك القطاع اهو، او مديك الجزئيه بتاعت رسم الحديد بتاع العمود. ممكن تتاكد حضرتك من السكيل وتقيسها. بمعنى ايه؟ انا يا باشمهندس عندي ده كده، ده المفروض يطلع كام؟ دي كام؟ 35، يبقى دايمنشن لينير. اجي اقيس كده هلاقيه كام؟ 70. يبقى ده السكيل بتاعه مضروب في كام؟ في 2. ماشي؟ واحد لكام؟ 50. تمام؟ فبروح واخد الشكل زي ما هو كده رايس واضربه في 2. اقسمه عليك. اخد الشكل اهو بتاعي اهو، واروح كنترول اول او مختارها كلها اس سي سكيل، اقف في اي نقطه واقول له كام؟ بوينت 5. انتر. عمل ايه؟ قلل لي السكيل بتاعه بقى 1 ل 100. ابدا اقيس مقاس اي دايمنشن لينير كده، اقيس ال 35 دي تاني هندسه كده، هلاقيها كام؟ 35. تمام؟ ابدا بقى كده ممكن اقدر اخد المقاسات براحتي. بمعنى ممكن، بس لازم طبعا تكون راسم الاقطار دي كويس بالظبط. ابدا اخد بولي لاين، واخد يا باشمهندس من هنا كده، بس دي طبعا طريقه تقريبيه، نشوفها طبعا في شوب دروند بالظبط هتحسب ازاي الكلام ده. ماشي؟ يبقى ده كده ايه؟ طول الكامل. ادي بولي لاين. ليها حسابات معينه بقيسها واقسطها وهناخدها في الشوب دروينج بدل ما اشرحها مرتين بس. ماشي؟ تمام. اللينس بتاعي حوالي 75 سم، ازود الاف واشتغل على كده. طيب المقاس بتاعي انا جبت كده المقاسات، طبعا الكنه دي لوحدها، الكنه دي لوحدها، والكنه دي لوحدها، والكنه الكبيره ايه؟ لوحدها. طبعا دول دول سيمتريه، ممكن تقابلهم زي بعض. ماشي؟ طيب المقاس بتاع التوزيع بتاع عين 2 دايمنشن لينير هندسه من هنا لفين؟ لهنا. صح؟ اللي هو 35 ناقص 5 سم. ماشي؟ يبقى يا باشمهندس مقاس التوزيع ادي 7. ليه 7؟ هنا شوف عدد الكنات كام؟ 3 كنات، 7 في المتر مش 5 في المتر. ماشي يا رجاله؟ طيب يبقى دي 7 في 35 زائد الكنه البادي. ماشي؟ فيها مشاكل الجزئيه دي؟ طيب هناخد بس السقف سريع، ما فيهوش والله مشاكل خالص وبسيط، بس ده فلات. طب هناخد بس جزئيه بسيطه، لو قدرنا نكمل ما قدرناش خلاص نبدا بيها السيشن الجاي. طيب هبدا اقرا، اخش بقى على لوحه السقف. ده تصليح السقف اهو يا جماعه. ابدا اقرا تصليح السقف، هلاقي عندي السقف ايه؟ عباره عن شبكتين. بما انه رسم لي حاجات سوليد وحاجات داش كده، يبقى ده ايه؟ شبكتين. دايما السوليد بيشير لي ايه؟ الشبكه الاساسيه او السفليه، وبعدين يرد عليه الداش اللي هو الشبكه العلويه. تمام؟ طيب هبدا اخد سيخ واشوف مقاساته ايه وشغله ايه. نفس الطريقه، مقاس
وعدد، مقاس وعدد، وابدا احسب الشغل بتاعي. ماشي، ده حاجه سيمبل خالص كده هنتدرب عليها ونبقى ناخد سقف تاني اكبر شويه في تفاصيل اكتر. ماشي يا رجاله، بس الفلات سلاب كله كده حصره كله ثابت كده، والسوليد برضو الحديد الفرش اللي على السقف نفسه برضو كله بنفس الطريقه. تمام. طيب ادي يا باشمهندس، لو خدنا مثلا هو بادئ هنا بايه؟ اتجاه عرضي سفلي. هنا مثلا دي المظله العلويه. ادي يا باشمهندس هو بدأ بالسيخ ده، ممكن اخد كده السقف بتاعي كده اخده كوبي بره كده. ماشي اهو، هو احنا خدنا كده مظبوط ولا ايه؟ نسينا حاجه؟ ماشي. طيب ادي يا باشمهندس هبدأ بالاتجاه العرضي ده. اول ما بتلاقي هندسه لام بتساوي رقم يبقى ده معناه ايه؟ يبقى طول السيخ بالكامل، طول القطعه القطعيه بالكامل اللي هي هتحطها حضرتك فين؟ في طول السيخ على طول. اول ما بتلاقي لام بيساوي، ماشي، فهنا بيقول لي يا باشمهندس ايه؟ لام بيساوي 3 متر 10، يبقى طول السيخ ده كده 3 متر 10، ماشي، 6.12 على المتر، ادي الطول 6.12. السته دول بيتوزعوا فين؟ ها؟ في الاتجاه ده. يبقى 6 في 12 صح؟ زائد 1 بادي، يبقى طول في عدد زائد 1. ماشي؟ فيها مشاكل؟ طول في عدد زائد 1، بعد الطول اهو 3.10 يا هندسه، وبعدين 6 في 12 في المتر، يبقى 6 في 12، طبعا ال 12 اطرح منها الكفرات 2.5 و 2.5، يبقى 6 في 11 95 زائد 1 البادي. ماشي؟ يبقى كده هندسه، يبقى السيخ ده خلص معايا. انا استشاري هيجيب لي اطول اسياخ في دي لوحه اشتغلنا بيها بالفعل يعني. ماشي؟ طيب هنا ده السيخ اللي بيرد عليه من فوق، ده السيخ ده طالع من تحت، ده بيمسك فيه من فوق. ماشي؟ طيب ادي يا باشمهندس لام 84 برضه هتتضرب في كام؟ ادي 6.12 على المتر، يبقى الطول بتاعه 84 تتضرب في 6 في 11 95 زائد 1، ادي كده خلصت. تمام؟ يبقى يا باشمهندس ده الكلام اهو، ادي الطول سيخ، انا برسم السيخ واحط عليه الطول بقى مره واحده، ما بقسمش بقى الكلام هنا. ماشي؟ طول السيخ، عدد السياخ 6 في 11 95 زائد 1. تمام يا رجاله؟ طول الكل 12، وزن المتر الطولي بيحسبه لك ويحطه لك في ال 12. لسه. ماشي؟ اتجاه عرض علوي اللي هو فين؟ الجزء اللي بنرد عليه. صح؟ اللي احنا عديناه ده حصرناه ومسحناه. طيب بعد كده يا باشمهندس اتجاه طولي، انا خدت الاتجاهات العرضيه، ممكن بقى اخد الاتجاه الطولي. في عندي يا باشمهندس السفلي بتاعه اهو 9.16 على المتر، طول السيخ كام؟ 10 متر 40، يبقى عندي قطعيه سيخ ثابته كده اقطعها 10 40 وابدا ارص 9.16 على المتر. طب التسعة دي هتوزع، السيخ ده هيتوزع ازاي؟ 9 في كام؟ في الاثنين اللي هي 75 زائد 1، وابدا امسحها كده اللي هي فين عندي في الشيت؟ اهي يا باشمهندس 10 40 وبقت 6، لا هي دي 9 مش 6 صح؟ دي 9، 9 2 45 زائد 1. ماشي؟ ابدا بقى. طب هنا الفرش، احنا هنا اسف، ده كده تمام؟ ماشي يا رجاله؟ طيب اخش على الجزئيه دي، لام بيساوي 28 6.12 على المتر، صح؟ نفس الكلام نفس الطريقه بالظبط، ادي ال 28 قطعه واحده، 6 في 2 75 زائد 1. ماشي؟ الجزئيه دي او ممكن تعملها مرتين اهو، او تكتبها او عدد العدد هنا 2. ماشي؟ يبقى ده كده الجزئيه دي خلصت. طيب اخش بعد كده على ادي هنا اهي، دول يا باشمهندس خلصوا صح؟ يبقى كده الحديد الرئيسي بتاع المظله خلص. هلاقي فيه يا باشمهندس مديك هنا حديد اضافي مكثف فوق العمود، ده اللي هو ايه؟ ويشيل ايه كمان؟ اهم حاجه انهي مومنت؟ نيجاتيف مومنت اللي طالع لي فوق العمود. ماشي؟ ماشي يا رجاله؟
طيب ادي يا باشمهندس عندي 6.16 اهم متوزعين في مسافه كام؟ 2.45. يبقى عندي طول السيخ يا باشمهندس لام بيساوي 2.30 اهو، ماشي 2.30 مره هنا ومره هنا، يبقى العدد 2، عدد تكرار العنصر مرتين او جزئين هيتكرروا مرتين يعني، ماشي. اللام 2.30، طول التوزيع ومسافه التوزيع 6 في 2.45 زائد 1، صح؟ ماشي يا رجاله. 6 في 2.45 زائد 1 هي مسافه التوزيع كده يا جماعه، برضو بزود 1، هو انا بدل قال لي على المتر فبزود 1، ماشي. ادي يا باشمهندس الجزئيه دي كده خلصت بالجزئيه التوزيع دي. طيب فاضل ايه؟ هو عامل لي واحده هنا وواحده هنا. 6 فاي 16 على المتر في الاتجاه العرضي ده هيتوزع كده. طولها كام؟ القطعه طولها كام؟ 3.60 متر، هتتوزع في مسافه كام؟ اللي هي المتر 80 دي، ماشي. يبقى 6 في متر 80 زائد 1، ماشي يا رجاله. فيها مشاكل دي؟ موضوع السقف بيبقى سهل جدا، اسهل حاجه في الحصر هي السقف، لانه عدد في طول على طول، طول قصدي هو عدد على طول ثابت معاك، ماشي. هناخد لسه الكراسي ولسه هناخد مثال للشبكه العلويه حصرناه سفلي وعلوي، ماشي. لسه هناخد سوليد وهناخد حديد السلم، حبه تفاصيل في الحديد كده هناخدها سوا المره الجايه ان شاء الله، ماشي. طيب نشوفكم على خير المره الجايه. حد له سؤال بس الاول؟ شكرا صراحه.